ما حكم اسال ما حكم ان الانسان يقرا في دائما في الركعه الثانيه يقول هو الله احد؟ ان كان يقرا لنفسه فلا باس، لكن الاولى عدم المحافظه على هذا، لكن ما نقول خطا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصحابي الذي كان دائما يقرا قل هو الله احد كما في حديث البخاري وغيره، لكن سنه النبي صلى الله عليه وسلم اولى واكمل، لم يكن يحافظ على قل هو الله احد بهذه الطريقه، بل كان ينوع عليه الصلاة والسلام في القراءة، هذا أفضل، لكن لو فعلها نقول جائز، والله أعلم.